هاي البيتزا مشهور بكل دول العالم، بس في كتير حقائق عنا ما بنعرفها. بأواخر الستينات كانت استخبارات الجيش الأمريكي تتجسس سيسيليين من خلال توصيل البيتزا لهم. ساهمت البيتزا بتجنب عدة فسنة 2008 عامل توصيل بيتزا بفلوريدا مجموعة من السرائين من خلال رمي البيتزا الساخنة عليهم والهرب. أطول محكمة جرمية بالتاريخ الولايات المتحدة كانت مرتبطة بالبيتزا وامتدت بين 1985 ل 1987 بمحاكمة أعضاء استخدموا مطاعم البيتزا بالمخدرات. عدد كبير من المشاهير بدأوا عملهم بمجال تحضير وتوصيل البيتزا، ومنهم ستيفن بولدوين، بيل موري، وجان كلود فان دام. انقال انه تم توصيل اول بيتزا للفضاء سنة 2001، وسنة 2013 اخترعوا علماء بالناسا 3D printer بيطبع بيتزا ب 70 ثانية بس. انا قال بشوفكم بكره.